كنا سعينا انه البلدية تطبق القانون في اللازمات اللي تعمل فيها، خاصة بالنسبة للسوق الأحد. الحقيقة من شهر 12 وإحنا نقدموا في رسائل من طرف الاتكا، ولكن ما ردوا علينا حتى شيء. كانت وقفة احتجاجية يوم الأربعاء اللي فات لهنا في البلدية، كذلك وعدونا باش نوجدوا الحل، موجدنا معهم حتى حل. ولذا الغرفة اتخذت قرار أنه يوم الأحد ما ثماش السوق، على اساس نحضروا كل التجار ونقعدوا في سياراتنا من غير انتصاب. وهذا لانه المشاكل كبرت بشكل كبير. اولا انه اللزمه اللي عملتها البلديه حطت فيها سعر المتر المربع 2000 فرنك بالنسبه للتجار، سعر المتر المربع، والقانون يقول بين 75 مليم وال 150 مليم. والان وزعت حتى نسخه على القانون، وزعت على الاعضاء المجلس البلدي، ونتمنى انه احنا نوصلوا لحل ما نوقعوش في المشاكل هذه. بارك الله فيكم.